سأل عن قضاء الصيام عن الشهداء الذين استشهدوا في عملية البنيان المرصوص. نعم. بعضهم عليه صيام من هذا رمضان. نعم نعم. ونحن نذكر الشهداء، نسأل الله تعالى العلي الأعلى الولي المولى أن يتقبلهم شهداء لديه، وأن يشفي الجرحى، وأن ينصر كل من أراد أن تكون كلمة الله هي العليا. آمين. وأن يطلع وأن يدل الباحثين على جثمان الشيخ نادر. آمين. حتى يستريح أهله وأحبابه، وأن يرفع درجته في المهديين، وأن يخلوه في عقبه في الغابرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الصيام عن الميت اختلف فيه العلماء. اختلف فيه العلماء. المالكية مثلا يرون أنه لا قضاء، لأنه الآن ما قصرش هو، فلا قضاء عليه ولا فدية، لأنه ما قصرش، هو أول الصيام اللي فات وما زال الوقت. سيدة عائشة كانت تقضي رمضان في شعبان، فخلاص بلا شيء عليه. وبعض العلماء يرون أن إذا أراد وليه أن يقضي عنه قضى عنه، فهم بالخيار، والأولى ألا يقضوا عنهم، وهؤلاء يعني ما زال من الوقت فلم يفرطوا ولم يعودوا مخاطبين به وأفطروا العذر، فالأصل ألا يقضى عنهم صيامهم. فإن أراد أو سمع أحد المشايخ أن يقضي عنه وليه وأراد ذلك، فالأمر فيه سعى والله أعلم. أحسن.